بهدف الإسهام في بناء مجتمع يمتاز بحواره البناء والتحفيزي والممنهج، انطلقت البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية بمشاركة 48 فريقا مدرسيا، تتوزع الفرق المتنافسة بين مدارس عامة وخاصة ومنارات. الحوار لا يعني إقناع الآخر بفكرته، الحوار يعني الاستماع إلى الآخر، الوصول إلى قاسم مشترك، البناء على النقاط المشتركة أكثر من الخلاف. ثقافة الحوار ببلادنا مع الأسف بدها تطوير، وبدها تطوير كثير. نأمل أنه عن طريق هذا المشروع نكون حطينا لبنة لإدخال هذه الثقافة إلى المجتمع السوري. اليوم بلشنا بدمشق وبحمص وبحلب، ويعني بداية الطريق دائما بتكون صعبة، ولكن النتائج حتى الآن هي مرضية للغاية. جملتنا كانت اليوم تناقشنا عليها مع فريق مدرسة الفجر الخاصة، فريق مدرسة الفجر الخاصة بعتقد من دمشق أو ريف دمشق. جملتنا الجدلية تناقشنا عليها، هذا المجلس يعتقد أن فوائد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من سلبياتها. كنا نحن كفريق اقتراح أو إثبات منا ندعم هي الجملة، ومنا نثبت أنه بالفعل فوائد وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من سلبياتها، وهذا الشيء اللي توضح خلال المناظرة بأدوار المتحدثين بفريقنا. أما فريق مدرسة الفجر الخاصة كان فريق معارضة أو نفي، يعني هو بدوين في هي الجملة ويثبت أنه بالعكس سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من فوائدها. أنا كنت المتحدثة الأولى من فريق النفي، كانت هي المناظرة شيء بالنسبة لنا كتير حلو، قدرنا نطور من أنفسنا كتير بأنه نفكر، نقدر نفكر خارج الصندوق، وهذا الشيء طبعا بيدعم الكوتش غنوة لإلنا وتدريبنا بوقت قصير كتير على هي المناظرة. إن شاء الله نكون قدرنا نكون عند حسن ظننا ونقدر نتأهل للمرحلة اللي بعدها. كانت مناظرتنا بتدور حول أنه المجلس يعتقد أن فوائد وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من سلبياتها، قدرنا أن نكون عند حسن ظن الكوتش غنوة ويا ريت نتأهل للمرحلة اللي بعدها. المناظرات تهدف إلى تعميم ثقافة الحوار المبني على الحجج المدعومة بالشواهد والأرقام وحسن الإصغاء للرأي الآخر، واستبدال أساليب الحفظ والاستظهار بأساليب التفكير والتحليل والبحث. هي المناظرة كانت كتير مفيدة لإلنا، مفيدة للعالم اللي ما شاركوا فيها، لأنه هن رح يحضروا ويتعلموا، وهذا الشيء رح يأكد أنه لازم نحن نتحاور بشكل منطقي ومنهجي بيعتمد على الانفتاح وبيعتمد على تبادل الأفكار وطريقة الصح للتعبير عن الرأي. جملتنا الجدلية بتتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي. نحن كنا الفريق المؤيد لفكرة أنه مواقع التواصل الاجتماعي إيجابياتها أكثر من سلبياتها. طرحنا عدة نقاط وأكدنا على أنه الإيجابيات هي اللي كانت أكثر. حاولنا قدر الإمكان أنه نثبت هاي الجملة الجدلية، وبالنهاية كانت تجربة كثير جدا يعني كثير حلوة. وتتوزع المناظرات في 3 تجمعات، حيث يتنافس 12 فريقا عبر 18 مباراة في حلب، و19 فريقا عبر 32 مباراة في دمشق وريفها والسويداء، و17 فريقا عبر 28 مباراة في اللاذقية وحمص وحماة وطرطوس.